عندي البقرة هذه لقحتها من منظمة الفاو. بعد ما أجابت 4 أشهر لقحتها، طبعاً شهرية لقحتها، وصار لها شهرين حامل من أول لقاح. تطلعاتي أنا أني أحوي بقرة رابع حلو، وأحوي بكيرات، بكيرات صغار، لبين ما نلقحها اللقاح ويصير عشار نبيع، يعني تاجر تجارة بيون، يصير مردود مربح ماشي حاله يعني. قدمتنا منظمة الفاو بالدورة معلومات على عن الناحية العلمية والعملية جيدة جدا، ومعلومات قيمة جدا، وعلمتنا على موضوع تدخيل الأبقار في برنامج الوضع الهرموني لتحسين الوضع التناسلي، ودواء تحليل دورة الشبق عند الأبقار،